جماهير الاهلي اللي عشقت الاهلي وعشقت مانويل جوزيه وراحت وراه وقع منهم 72 واحد مثل مانويل جوزيه يقول لهم ايه؟ يا شباب انا كنت موجود هناك، انا الوحيد اللي ما قدرتش اوصل لاوضه اللبس، كنت دايما موجود في ملعب وشفت اللي عملوه. صعب جدا بعد كل اللي حصل ده اي كلمه Não vai dar conforto às famílias. تتقال مش هتواسي الأسر. ما حدش كان يستحق إنه يموت ويموت بالطريقة دي. Da forma como as coisas foram feitas. الطريقة اللي اتعملت بيها الأمور. Da forma como as coisas foram preparadas. الطريقة اللي كانت متحضرة بيها. Portanto, foi فأصعب حاجة اللي حصلت في حياتي وكانت أقصى حاجة محزنة. أنا عمري ما خطر على بالي إن في ماتش كورة كان ممكن تحصل حاجة زي دي، بس ما عنديش كلام أقوله للأسر، الأسرة اللي بتخسر ابن في موقف زي ده ما فيش ولا كلمة تقدر تواسي الأسرة دي. فإحنا بس بنحزن ولازم تتحقق العدالة.